شيء. يا البقعة تصبحكم يا ترى زينة. لا نعم والله العظيم اسمع، علاقتي في ابو سالم زينه، وامون عليه ويمون علي انا ويعادل ادري، وضع انا ادري عائلي. اللي في خاطرك، انا اعرف اللي في خاطرك، ما يحتاج تبرري يعني. ترى زي الوضع عادي، اسمعني اسمعني، اول شيء الوضع عادي، ثاني شيء بتكون كبيره والكل بيحضر، فعادي ترى. انا اسمعيني، انا يا طويلة العمر بعدين بكلمش، اسالمش في الموضوع ده، في حاجة ثانية بكلمش. ام الموضوع الكبير دقيت بقعوا اسمعي، علمتي شو ايش ارسلت لي مقطع ايش؟ تقول لي وش تتوزع حناي على امهات صديقاتك؟ والله تقول لي لا حلقة الحنة حقي توزع، ما عاد بقى الحنة حقي فينه؟ قلت يا انا بنادي لام راها في القحطان يحنى. قالت يا ولدي ما ظنيت انها بتحنى الا تحنى امي. مثل حنى امي. امي عندها نكشه، عندها وقف اصابع تحط لها زوايا بشطرطون حق كهرباء. والله والله العظيم الله يحفظها لك يا رب. امين. تدرين انا امي عندها عامله اهم حاجه تتعلمها لما تجي كيف تسوي زاويه ذي، زاويه الحنه في الصبع. والله فنانه 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 درجه اولى. ايش حالك؟ بخير، جمل حالك، شلونك؟ والله بخير الله يسلمك. عقلك اصلا ايه من عقل بنت فيصل. ناصر اللي يبغى اللي يبغى الحنه ناخذه من عند ام عبد الله حق امه. اسمي ليه ما نفتح مشروع حنه؟ ايش رايك؟ وامك والله حلو حنه. واسمعي وها نبسط به على الرابتر، نبسط على الرابتر، نفتح العروض حق الرابتر. الله، قرب يا ولد قرب، نحط لوحه ورا خير حوالين حنه. هو حنا قرب ونلقها. والله حنا، اشهد بالله اسمع، اتوقع يشترون. اوه بيمشي بيمشي، بس بنبيع، اسمع بنبيع ريحان، بنجيب ايه لنا بس ريحان بيجونا وزع. يعني ما يعني من الجنوب، ها، ودون يعني الشمال وكذا. ايوه بنبيع، والله بنبيع، والله فيها دراهم ترى، دن والله والله بيجيب لنا عاد. وبنبيع اهم شيء ام قروش. ترى، ما هو الشغل مو بعيب، نجيب لنا بنبيع حنا. اسمعي انا انا بكلفش مهمه، انت بيعي النكش، ها شوفي لنا نكش زين عشان يمشي سوقه، ما علي، تعرفين؟ عندي ايوه عدة يوم نكشات. ايوه ودبرين لنا نقاشه للبنات، البنات الصغار، في بنات ما يبغون نكش، نكش الحريم الكبار، واحدة نبي نشوف لنا نقاشه، نشوف لنا نقاشه. عندي واحدة في الثقبة شيء. ايوه ها وقولي لابوش يعطينا الموتر حقه اللكسس او الجيب، نفتح شخص. بسطه ثانيه، الشخص نفتح بسطه ثانيه، وليش مني الجي هو اللي لا، بيحط فينا نقاشه. ابوي ببيع على موتر الشعير. والله ده خبر، انت ما عاد فينا، الهدك عالي بيصير في ضغط، المشروع ما ينفع له كذا، يبغى له شغل لازم تكوني. طيب طيب، لو بغينا مثلا، اوكي يعني حنا شعر وانا علي النكشات، وانت ايش عليك؟ حنا الشعر. اسمعي الحسابات على من؟ الدراهم. انت ما تمسك الدراهم حبيبي، ما فيه نو. ها خلاص هبا اخلي الدراهم عندك، لكن جوال اسمع، لحمة ما فيه. اسمعي بخلي الدراهم عندك، انا موافق، لكن والله لو اجي والقاش مخسرتنا، انا عارف اربعوا على الطوق، ما تتبع ريال، والله ما تتبع ريال، والله ما تنق ريال، راح يا رجال ونستفيد مشروعنا كامل كله، راح طلقات وطلبات، ولا استفدنا شيء. يلا لا يا اخي، بشتغل الشغل معي، كذاب. خذني والله معي. والله انت تقلبينها طناخه ولا عاد نبيع شيء. لا لا لا، بصير كيف اصير؟ صدق والله، لا احد طلب لي، بس حنا يعني ما يقدرون يشترون. بنبيع غير الحنه يا الخبل، بنبيع غير الحنه. طيب وش كم بس الاسعار؟ شوف يا ذا الحين انا يعني شوف في المستقبل ان شاء الله يعني بنطور من شغلنا. ها ترى هذا اللي ياخذ فلوس الجماعه وينحاش.
اسعي انا اللي بروح اودع الفلوس نهايه اليوم، ودعها في البنك. بكره تلقاني بروفتر جديد. عندك مستوى؟ انزلي 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 انزلي. ما عندي مستوى. تعال تعال تعال. كبسوا يا عيال كبسوا يا ويلي. يما خرجت طري شعوذ هذي. كبسوا كبسوا والله يبيضوا. ارحبوا ارحبوا يا ويلك. وصلوا 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 ونقصد سويت. وصلوا ونقصد سويت. وصلوا وصلوا وصلوا. الله يستر منك. الله يستر منك. واو يا نقصد سويت. يا عيال منشنوا يا عيال منشنوا تكفون. أول سلعة يعني بيلو بيلو بارس وصلوا. ما شد والله التكبيس يفوز. وش تقول الاغنيه؟ واه 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 واه. يا بلا يا بلا الله يسعدك يا بلا. شكرا. اسمع ايش نحط اغنيه للجو يشتروه. ايوه الاغنيه انصيد الجو. السؤال يعني مثلا اذا ارحباي ارحباي. وصلت 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 الوير. وصلت الوير. وصلت شدوا يا عيال. اوه شدوا شدوا شدوا. جعلاني والله ما تبكيكم. ان شاء الله في دبل. ان شاء الله في دبل. ان شاء الله يا اخي ما عاد في دبل. ما في دبل ما عاد الا